المراحل تختاريها كمرحلة ذهبية؟ بدايته هي المرحلة الذهبية، كان في حماس كتير كبير، كان في اكتشافات. يعني أنا ما درست التمثيل، أنا درست تصميم الأزياء، وكنت معتقدة إنه رح يجي نهار صير مصممة أزياء. وإذ من فتح لي باب أستاذ شكر أنيس فخوري الكاتب اللبناني باب الدراما، وبشتغل تمثيل من بعد ما كنت أعمل بس إعلانات كعارضة أزياء. ما فيني خبرك قديه بالنسبة لإلي التمثيل وهيدي المهنة